حركة المقاومة الإسلامية حماس أكدت هي الأخرى أن الإدارة الأمريكية منحازة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، وأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تعمل بجدية لإعطاء الشعب الفلسطيني حقها. أوضح متحدث باسم الحركة أن الإدارة الأمريكية وفرت غطاء للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومصادرة أرضها، مشيرا إلى أن تراجع واشنطن عن موقفها التي وصفت بالضعيفة هو ترجمة لتصاعد الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع وصول الرئيس ترامب إلى الحكم. ودعت حماس السلطة الفلسطينية للتخلي عما وصفته بوهم الحل عن طريق المفاوضات وفكرة الوساطة الأمريكية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة مراسلنا هناك باسل خلف. بداية باسل، نرصد معك المزيد من ردود الفعل بشأن هذا التحول في موقف الإدارة الأمريكية وتصريحات ترامب الأخيرة. أيضا، هل هناك الآن أي اتصالات بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وباقي المكونات في غزة ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنسيق المواقف إزاء هذه التطورات الأخيرة؟ نعم، تحية لك سارة. المواقف الأولية كانت من حركة حماس، حيث صدر البيان بسرعة عقب ما تحدث به نتنياهو وترامب أمس. الحديث يدور حول قناعة حماس المتواصلة بأن طريق المفاوضات ليست هي الطريق التي يمكن أن تؤدي إلى حل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى قناعة حماس أيضا، وهو ما جاء في البيان، بأن الولايات المتحدة يجب أن على السلطة أن تتخلى عن فكرة أن الولايات المتحدة هي الوسيط النزيه الذي لا ينحاز للإسرائيليين على حساب القضية الفلسطينية. أيضا حماس قالت في بيانها بأن المواقف الأمريكية ليست فقط في على مستوى وصول الرئيس المنتخب ترامب للحكم، وإنما أيضا على الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وهذا يشير إلى تأكيد تفكير حماس بهذا الاتجاه بأن أمريكا لن يعني تكون تنصف الفلسطينيين. مواقف أخرى أيضا صدرت من جهات أخرى فلسطينية كاللجنة الشعبية لمواجهة الحصار. هنا جاء البيان على أن الأمريكيين لا زالوا يقدمون دعما لا محدود لإسرائيل، وفي المقابل تنكر للحقوق الفلسطينية. الدعم اللامحدود يتمثل بالأسلحة وكذلك بالمواقف السياسية. فلسطينيا لم يصدر أي من الفصائل الفلسطينية ولم تصدر بيانات، لكن فيما يتعلق بالتنكر في مثل هذه المواقف، الفلسطينيون جميعا يتفقون على الأقل على أن حل الدولتين هو خطوة أولى، لكن في حديث ترامب الجديد بأنه يترك الباب مواربا أمام حل دولة واحدة أو بعض الحلول الأخرى، هذا يبدو مرفوضا بالأساس لدى الفصائل الفلسطينية، حتى وإن لم تصدر بيانات حتى اللحظة لتوضيح موقفها مما جاءت في الزيارة الأولى التي كان من المتوقع أن تكون بهذا المستوى عند الفلسطينيين في العلاقة بين ترامب من جهة ونتنياهو من جهة على صعيد الملف الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في غزة باسل خلف على هذه المتابعة.